اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عوبه. خلونا نروح لنادي الزمالك ناخد فيه زميلنا العزيز مراد ابو جلال عشان يقول لنا كل جديد من داخل النادي. يا مراد، نهارك ابيض وصباح الفل عليك. بصبح عليك زميلي العزيز والمتألق خالد غانم، بصبح على كل جمهور الزمالك العظيم من داخل نادي الزمالك وفقرة نبض 100 عقبة. وهيكون منورنا ومشرفنا كابتننا الكبير كابتن عادل الدسوقي عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك. كابتن عادل، برحب بحضرتك كابتن، منور ومشرف. صباح الخير عليك يا خالد، صباح الخير عليك يا براد، صباح الخير لكل جميع نادي الزمالك في كل مكان. كابتن عادل، يمكن امبارح كان عندنا مباراة مهمة جدا، شفت المباراة ازاي، مباراة الزمالك والاسماعيلي من وجهة نظرك الفنية؟ الحقيقه يعني انا سعيد جدا امبارح بفريق نادي الزمالك. حسيت ان نادي الزمالك ابتدى يعمل فريق متكامل متوازن يقدر يحقق طموحات الفريق، وحسيت ان الروح العاليه اللي كان بيلعبوا بيها سواء اذا كانوا لاعبين قدام شيكابالا زيزو او لاعبين جداد على الفريق زي محمد شحاته زي عبد الله السعيد زي ناصر ماهر، حسيت بروح الروح الجميله الحلوه، روح الانتماء، روح نادي الزمالك حسيتها فيهم. فده كان شيء ايجابي جدا عجبني في 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 الملعب، يعني الاحساس. ثانيا، نادي الزمالك لعب بطريقه موازنه، ومستر جوميز طبعا راجل لكل العذر في ان هو لسه لم يتعرف على الفريق، لسه ما كملش اسبوعين، لكن قدر امبارح برضو ان هو يقدر يحاول يوظف اللاعبين في مكانهم المناسب، ويحاول يبني فريق جديد لنادي الزمالك يمتاز بالقوه والصلابه والحس العالي في الملعب. حسيت ان هو قدر بسرعه ان هو يقرا المباراه ويقدر لاعبين، وقدر مثلا يعمل تغيير سريع في اول نص ساعه بعد ما حس ان اللاعب الجديد الناشئ محمد شحاته ان هو يعني منفعل اكتر او ثباته الانفعالي ما كانش عالي، فقدر يمتص طبعا لعيب كويس جدا، وانا عجبني امبارح وعجبتني قدرته الدفاعيه اللي كان بيلعب فيها، وعجبني حماسه، وانا من المدربين اللي احب الحماس ده. فالمدرب قدر ان هو حس اللعيب حس بضغوط عاليه عليه من المشجعين بتوع الاسماعيلي وخد كارت اصفر، فقدر ان هو على طول يقدر يعمل تغيير يحافظ على قوام الفريق ويكمل بالمباراه. ودي طبعا ناحيه ايجابيه انا قريتها في المدرب امبارح وبحيي عليها. الى جانب ان نادي الزمالك لعب بطريقه لعب مختلفه، يعني كان بيلعب الاول ب 4 5 1 راس حربه وهمي ينزل نص الملعب ويكمل معاهم، وكان بيعمل هجمات، وكان يعني كان مسيطر على الفريق. يعني نادي الزمالك المجمل الفريق المفروض انه يكسب، يعني اهداف كتير ضاعت، الكره اللي جت في العارضه باوباما يعني دي لو كانت دخلت كان ممكن تغير نتيجه المباراه كل. لكن نادي الزمالك امبارح كان في صوره جميله جدا، ناصر ماهر لعيب مميز جدا، واعتقد ان شاء الله المباراه اللي جايه هيكون اضافه كبيره لنادي الزمالك وهياخد فرصه اكبر. عبد الله السعيد لعيب تقيل في نص الملعب ان شاء الله يدي توازن مع الفرقه. حسيت نادي الزمالك امبارح صوره جديده، اول مره الاحظ ان الزمالك بيقدر يسترجع الكوره بسرعه جدا بعد ما تروح منه. دي كان ما تكونش متواجده فريق نادي الزمالك، يعني حسيت بيلعب بتكتيك جديد، يعني زي ما بنقول ايه الدفاع الهجومي. يعني ايه الدفاع الهجومي؟ يعني المفروض المهاجمين بتوعي هم اول ناس يستردوا الكره بسرعه، يعملوا ضغط على القسم عشان يقدروا يستردوا الكره بسرعه. دي امبارح اتنفذت مع فريق نادي الزمالك، ده واضح ان المدرب هيكون ليه بصمات على الفريق، وهيكون قادر ان هو يكون يعني يعمل فريق متجانس. بس انا اطالب بجماهير نادي الزمالك ان هي تقف تدعم اللاعبين، لان احنا اللاعبين الجداد بيتعرضوا لضغوط، ضغوط عاليه، ضغوط نفسيه، ضغوط جماهير زي ما شفنا امبارح. لازم نقف في ظهرهم وندعمهم ونطورهم ونحاول عشان نقدر نعمل فريق قادر على تحقيق طموحات نادي الزمالك ويرجع بطولات نادي الزمالك. ودي انا ما عنديش اي شك فيها ان شاء الله في اللي جاي. حقيقة كابتن عادل، حضرتك ما سبتليش حاجه اسالها، جاوبت على كل حاجه. ما انا يعني لا انا يعني انا حتى في النواحي التكتيكيه والفنيه مش هقدر اشرح كتير لان الوقت صغير، بس انا بس يعني بوجه كلمه لجمهور نادي الزمالك العظيم المتحضر امبارح كان في استاد
الاسماعيليه كان نموذج لقمه الاحترام والذوق والتشجيع المثالي، نموذج يحتذى به لكل مشجعين نادي مصر. بحيي جابوه نادي الزمالك، واعتقد ان الصحافه كان المفروض الصحافه يعني تديهم حقهم ويستاهلوا كل خير جميل نادي الزمالك العظيم. اشكرك يا مراد، واشكر الكابتن خالد غانم، ودايما نادي الزمالك في علوه. حبيبي يا كابتن، اشكرك يا مراد. يعني الزميل العزيز خالد ده كان لقاء خاص مع الكابتن عادل الدسوقي عضو اللجنه الفنيه بنادي الزمالك. عايز كده خالد قبل ما ارجع لك بسرعه اوريك التحضيرات، ملعب حلمي زموره الملعب التاريخي، معانا الزميل محمد مختار، التحضيرات على قدم وساق على ملعب حلمي زموره، يمكن النجيله جاري طبعا تحضيرها لاستقبال المباريات، وايضا التراك ان شاء الله نشوف مفخره رياضيه كبيره جدا في الملعب التاريخي ملعب حلمي زموره. خالد يمكن ده كان كل ما لدي من هنا من داخل نادي الزمالك، الان تعود اليك الكلمه الزميل العزيز خالد. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مراد ابو جلال، وبنشكر اكيد كابتن عادل دسوقي نجم نادي الزمالك.